كان الحجاب وقف، كان وقف قدامي في أنني نبان أن نظهر قدام الشاشة. ماشي مهنة المتاعب، أنا كنسميها مهنة المتعة، شيء ماشي الرير. كانوا ربطوني بالعدالة والتنمية. هو الحجاب صراحة أو غطاء الرأس لا يحجب عقل المرأة. دوزام أنا كنعشقها، كنبغيها. اسمي نادية اليوبي، صحفية ورئيسة خلية بمديرية الأخبار بالقناة الثانية دوزام، خريجة معهد العالي للإعلام والصحافة. وتقريبا أنا هذه أكثر من 20 سنة وأنا كنمارس مهنة ديال الصحافة. ظهوري يعني أمام الكاميرا وعلى شاشة التلفاز أولا يرجع الفضل الكبير فيه من بعض الله سبحانه وتعالى الأستاذ حميد ساعدني، لأن كانت هناك قصة. أنا كنت اشتغلت على الانتخابات في 2011 وأنجزت يعني موضوع وكان فيه البلاتو سيتواسيون، يعني كان ظهر فيه بالحجاب. ما الموضوع يعني التوحد ما تجرأ أنه يأخذ قرار بأن هذا الموضوع يجب أن يبت. في الأخير حميد قال علاش نادية اليوبي صحفية بحجاب أو بلا بحجاب، علاش نمدوش؟ فأخذ القرار وظهرت في التلفازة على شاشة التلفزيون وكان مفاجأة. سنة 2011 يعني في الانتخابات اللي كانت ظهرت فيها العدالة والتنمية، وللأسف كانوا ربطوني بالعدالة والتنمية ولا علاقة لي بأي حزب من الأحزاب، وإنما هي كانت صدفة. من بعد 2011 بدأ ظهوري عبارة عن بلاتو دو سيتواسيون في الروبورتاجات، لكن الظهور الحقيقي واللي كان أول مرة وهو على بلاتو الأخبار، نشرة الأخبار من خلال الفقرة البيئية. كنت ظهرت في أول مرة، ظهرت من وراها توالت يعني واحد مجموعة من ردود الفعل. مجمل هذه ردود الفعل كانت جميلة جدا، وكانت يعني كتجتمع على فكرة واحدة، وهي وأخيرا محجبة تظهر في التلفازة المغربية، وأخيرا محجبة بالأخص ماشي للتلفازة، لأن بالأخص بلاطو نشرة الأخبار هذا هو المكان المثير للجدل. كان البعض اللي تيقول ايوا دارت الحجاب من بعد ما طلع واحد الحزب عاد دارت الحجاب، لا بالعكس هذا خطا. انا كنت كنرتدي الحجاب يعني قبل من سنه 2011 وقبل من سنه 2016 اللي ظهرت فيها في البلاطو. لكن المساله اللي بغيت نشير لها هي ان هاد ردود الفعل كيفاش جاتني، انا تعاملت معها من منطلق انها يعني ليست في محلها ك محجبة تظهر. يعني هو الحجاب صراحة أو غطاء الرأس لا يحجب عقل المرأة، ما عمره ما كانت يحجب عقل المرأة، هو كانت هو فقط مغطي واحد، مغطي الشعر ولكن ما مغطيش العقل، ما مغطيش الكفاءة، ما مغطيش يعني قدرة المرأة على أنها تعطي في أي مجال، ليس فقط السمعي البصري. لكن ما زلنا للأسف كنلقاو هذيك واحد الجانب من الصد للمرأة اللي كتوضع الحجاب على الرأس ديالها. الخطوة أو ظهوري على الشاشة بصراحة تأخرت. لماذا؟ لأنني أنا التحقت بالقناة الثانية في 97 يعني، وترسمت في 1998 التحقت يعني بعقد مع القناة. من هذيك الوقت لسنة 2015 باش نظهر على بلاطو الأخبار تأخرت بزاف، لأنه كان دائما التعامل صدقا، كان التعامل مع ولو أنه لم يكن تصريح به مباشرة، ولكن كان الحجاب وقف، كان وقف قدامي في أنني نبان أن نظهر قدام الشاشة. وهذا كان يعني ممكن نقوله بأنه يسري على الجميع حاليا، يعني كان مازال الظهور محتشم للمحجبة أمام الكاميرا. في وسط البلاطو أمام الكاميرا كنحس بأنني كنولي شخص آخر. علاش؟ لأنه كندير دائما في بالي بأن كاين الناس كيشوفوك، فانت لابد ما تخلقي عندهم ذاك الإحساس بأنهم متواجدين معك، كاينين معك في البلاطو. بالإضافة إلى أن الصورة أنا عشقتها من البداية، أنا درست الصورة وعارفة العمق ديالها في التكوين ديالي، في الدراسة ديالي للتصوير الفوتوغرافي درست على بزاف ديال المواضيع، الكونتراست، شنو كيعني الفلو، شنو كيعني الألوان، شنو كتعني. فأنا دائما كنستحضر هذه الأشياء كلها أمامي ملي تنكون قدام الكاميرا، بالإضافة إلى أنها متعة، أنها كتخلق عندي المتعة، البلاطو كيخلق عندي متعة حقيقية يعني. فأنا كنتقل من شخص إلى شخص آخر يستمتع بما يقدم. يظهر ذلك جليا من خلال توجه المواطن نحو الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. اختارتش الهجرة بالرغم من أنها تعرضت عليا في سنة 2006 من قناتين فضائيتين، بالرغم من أنني ما كنتش كنظهر في التلفازة
على الشاشة، ولكن اللي عرضوا عليا يعني هذا العمل قالوا من خلال كتاباتي ومن خلال صوتي، وهي أيضا اللي فتحت لي الباب أني اشتغلت مع قنوات عربية على مستوى رسوم متحركة والدبلجة. لكن اللي خلاني ما هاجرش هما سببين. أولا أنا مرتبطة بالوالد والوالدة بزاف، يعني ما كنتخيلش نفسي بعاد على الوالد، بعيدة دابا على الوالدة ولا الوالد الله يرحمه في الحياة ديالو. ثانيا واحد الحب كيربطني بالقناة الثانية يعني غريب، واللي قدمات نادي اليوبي للناس، ففي العوض ما نمشي نبدأ في قناة أخرى أو نشتغل في قناة أخرى نفضل مجهودي وكل ما أنا عندي ممكن نعطيه لدوزام، لأن دوزام صراحة أنا أحبها بشكل كبير. الفضل الأول والأخير من بعد الله سبحانه وتعالى هو الوالد ديالي الله يرحمه، إنسان رائع وجميل ومنفتح وكيعطيك يعني واحد المساحة في أنك تختاري اللي يعجبك، يعني عمره ما فرض علينا شي حاجة أنه لا خذ هذه الدراسة أو هذه الدراسة. ثانيا هو كان تيقولها ملي كنت صغيرة، كان تيقول لي أنت غتكوني صحفية. علاش؟ بسبب أن طريقة الكلام ديالي، طريقة ديال اشتغالي على المواد، يعني كنشوف الأخبار بزاف، كان بدا نقلد. فكان الفضل الأول والأخير الوالد والوالدة ديالي، هما السر في أنني وصلت لهذا المكان حاليا، ورجع الفضل من بعد الله اليوم. الوالدة ديالي كنقول لها لهلي خطك عليا، والفضل كبير في حياتي وفي هذا الشيء اللي أنا فيه، الفضل كيرجع لك انتيا. والوالد كنقول له الله يرحمك، كنتي دائما كتساندني وكنتي دائما من ورايا وكنتي دائما كتفتخر بيا، ودائما تيقول لي كيجيو عندي الناس يقولوا لي عبد الملك اليوبي واش انت هو الاب ديالنا ديال اليوبي. قال لي كنت كنحس بانني كنطير في السماء وكنفرحان بك، فالله يرحمه وكنشكره بزاف، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجدد عليه الرحمات، والفضل كيرجع لي من بعد الله سبحانه وتعالى. عندي طفل سميته شاب في عمره 14 سنة اسمه مولاي أحمد. أنا بصراحة ربما نكون واحد الجانب شيئا ما شرير إلا قلت لك هذا درس كنعطيه لولدي، أنه ما يكونش طيب بزاف، طيبوبة المبالغ فيها تؤذي الإنسان. ثانيا أنا ولدي ربما من خلالي وارتباطي به وعلاقته بي وأنا نقرب بزاف، عشق المهنة جوج الحوايج، الموسيقى لأنه كيشوفني كنميل بزاف للموسيقى والغناء، فهو مال للموسيقى حتى هو. ثانيا المجال السمعي البصري جروا ليه شيئا ما، فأنا تنقول له حاجة واحدة، أنه يختار حسب قناعاته. كيف ما أنا الوالد عاوني ودعمني في أنني نمشي في هذاك الاتجاه اللي أنا اختارت، فهو يختار له اتجاه حقيقي سليم ويمشي فيه ما غلقى غير الدعم ديالي إن شاء الله. صباح الخير بابا. صباح الخير ماما. صباح الخير. بما أنكما صمتما أمس عندنا مفاجأة لكما. بالنسبة لأنني كان نشتغل بصوتي أكثر، كاين بزاف الناس ما عارفينهاش، وهي أنني اشتغلت كثيرا مع قنوات عربية على الرسوم المتحركة. عندي سلسلة أشهرها هي سلسلة آدم ورمزي، وكنت يعني قدمت فيها 7 أصوات ما بين 5 سنوات ل 12 سنة، وصوت سيدة يعني 60 وشابة في عمر 30. فهذه من الأشياء اللي هي أيضا كنستمتع بها، وهي أنني كندير لافوا أوف بالنسبة للرسوم المتحركة، ماشي في المغرب صراحة وإنما خارج المغرب. أيضا حتى الدبلجة باللغة العربية اشتغلت فيها بزاف، فربما هذه موهبة من عند الله، ماشي ربما وإنما أكيد أنها موهبة من عند الله، أن صوتي طيع، ممكن كنطيعه بزاف، كنحوله يعني ما بين على مستوى يعني العمر أو على مستوى حتى الكاريزما الشخصية. المحجبة بصفة عامة أو المرأة اللي كترتدي غطاء على الرأس ديالها واختارت أنها توضع الغطاء فوق الرأس ديالها، عمرها ما تتعامل مع نفسها، ما تقسي نفسها هي أولا، تتعامل مع أن هذاك اختيار لباس اختارته، فأي مجال مشت له اشتغلت فيه
توضع في أمام عينها بأنها قادرة على أنه تخترق ذاك المجال، باش بإمكانياتها، بالكفاءة ديالها، بالعقل ديالها، بالفكر ديالها، بالإبداع ديالها. حالياً المحجبة ممكن تمشي لأي مجال، ممكن أنها تقدم نشرة الأخبار، ممكن أنها تقدم برنامج، ممكن أنها تكون في مواقع الريادة، في مراكز السلطة. ما كاينش فرق ما بين مرأة كتوضع غطاء على الرأس ومرأة ما وضعش الغطاء على الرأس. هذا التصنيف خصو يحيد، هو مجرد اختيار، اختيار ديال اللباس. إنسان ارتاح في واحد اللباس هو حر فيه، فما نبقاوش نربطوا اللباس بمعتقدات الناس، يعني اشنو كيعتقدوا او اشنو كيامنوا به. نتعاملوا معاه من خلال المهنه اللي كيمارسها فقط.